ديما مع بعضنا 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 عسلامة ومرحبا بكم في العدد 63 من المجلة الصوتية ديما مع بعضنا. في عدد اليوم باش تلقاو كالعادة فقرات عديدة ومتنوعة فيها وقية صحة ومعلومة لايت وأعرف حقك ومينيتين. أول حاجة ماذا بينا تبادروا بها هي الاشتراك في مجلتنا، وتنجموا زادة تبعثوا بمساهماتكم على الواتساب 98 6 9 6 4 9 4 في مداخلات ما يتجاوزش طولها 4 دقائق مسبوقة بالتعريف بأنفسكم. ومباشرة نمر لاكتشاف فقرتنا الأولى وقية صحة. قية صحة. السلامة ومرحبا بكم في وقاية صحة. في حلقة اليوم من وقاية صحة باش نشوفوا الأخطار الناتجة عن استهلاك الحليب الطازج ومشتقاته، خصوصا أنه المعهد الوطني للاستهلاك في دراسة ليه يأكد أنه نسبة استهلاك التونسي للحليب ومشتقاته في شهر رمضان تتجاوز 300%. فما زوز أمراض منتشرين عند البقر ونجموا يتعداو للإنسان عن طريق الحليب، وهما مرض الحمى المالتية والمعروف بمرض الحليب، وإلا مرض السل عافانا وعافاكم الله. يعني وقت اللي الإنسان يستهلك الحليب الطازج اللي هو الحليب الني اللي مش معقم، ولا واحد من منتوجاته النية كيف الزبدة العربي، الجبن العربي، الموزاريلا العربي، البن، الرايب، الريجوتا، مام حتى الريجوتا كي تتحضر هي الطيب لكن يصبوا عليها الحليب الني باش تقعد ديما فرشكة، دونك تعاود العدوى ترجع لها. كما قلت وقت الإنسان يستهلك حاجة من الحاجات هذوما ويكون مصنعة من حليب جاي من بقرة مريضة بالمرض هذا، نجم تتعدى للإنسان ويمرض بها. وإحنا عادة ما نختاروا الحوينة اللي نشريو منهم من الحاجات هذية ونقولوا حوينة نظيفة، ومام حتى لو كان يكون المحلات هذوما خاضعة لشروط حفظ الصحة وخاضعة لشروط النظافة ومراقبة، فإنه الهيجينيست اللي يقوم بالمراقبة ما ينجمش يعرف إسك الحليب المصنوع منه برودوي هذا حليب سليم وإلا لا. على هذاك يعني يكون الحليب نظيف والمنتوجات محفوظة جيدا وسليمة، لكن ما نجموش نتحقوا إسك فيها المرض ولا لا. لذلك ديما ننصحوا باش نستهلكوا الحليب المعقم والمنتوجات هذية المصنعة بعد ما يكون تحليل الحليب ويتبين كونه حليب سليم. نعرفوا أنه الحليب العربي نجمو نغليوه ونجمو نعقموه وقت اللي نعديه 20 دقيقة وهو يغلى، أما احنا كي نشريوه زادة هو عادة ما يكون معلب في كدبابز متاع الماء، وهكيك ينجم يكون معادش حليب سليم لأنه دبوسة الماء هي بلاستيك هذو الاستعمال الواحد، وقت اللي تعاود تحط فيها حاجة أخرى فإنها هي تولي مادة البلاستيك بيدها تعدي المرض في البرودوي اللي تحط في وسطها. على ذاك ديما نأكد أنه ملزمناش نشريو الحليب اللي محطوط في دبابز بلاستيكية الماء اللي هو ديجا مستعملة. دويكا باش نعطي لمحة بسيطة على المرض هذايا، علاماته وطريقة علاجه، هكا باش نتأكدوا من مخاطره ونوليو نتجنبوا استهلاك الحاجات هذية اللي هي معناها نية. بالنسبة للمرضين هما ساعة علاماتهم تنجم تظهر بعد شهرين ولا 3 شهور من العدوى، وبالنسبة للحمى المالتية العلامات متاحة هي تقريبا مشابهة لعلامات الجريب، السخانة، التعب وكل الوجيعة في المفاصل والحم نقول احنا مرضرض، فما زاد العرق واللي هو في حاجة سبيسيفيك تنجم تدلنا على المرض هذايا، هو أنه الحامل للعدوى من الحمى المالتية تلقاه في الليل يعرق بشكل كبير والعرق متاعه ريحته مشابهة لرائحة التبن. علاج المرض هذا يكون عن طريق الأدوية معناها الانتيبيوتيك، وما يكونش انتيبيوتيك واحد برك، يكون مجمع في عدة أنواع من الانتيبيوتيك ومدة طويلة ما تقلش على 45 يوم. والإشكال في المرض هذا أنه ينجم يعطي أمراض جانبية تمس القلب، تنجم تمس الجهاز العصبي ويوصل للشلل وينجم يوصل حتى للموت. المرض الثاني هو مرض السل اللي العلامة بتاعه الواضحة أنه نلقاه نوديول معناها ولسيسة
في الجريجم من برا نمسو، كي نمسو الجريجم نلقاو ليسس، هذيك علامة متاع وجود المرض هذا. وطريقة علاجه يتطلب معناها من 6 شهور حتى العام ونص، ومخاطره كثيرة، ونجم يأثر على الرواري، ونجم يأثر حتى على العظام. على هذاك ديما نأكدوا ونعاودوا على أن ننتبهوا من المواد اللي نستهلكوها، ونتبهوا منين نشريوها، ونحاولوا نعقموا الحليب. إذا حبينا نشربوا الحليب العربي نغليوه في مدة متقلش على 20 دقيقة. سلامتنا مرهونة في وعينا. على هذاك ديما نأكد أنه الغذاء السليم في الجسم السليم، وعقلنا ديما يرشدنا للطريق الصحيح. كي نسمع التعاليم وكي نطبقوا وقتها نجمو نحمي ورواحنا. شهر رمضانكم مبروك. معلومة لايت. مرحبا بكم من جديد في معلومة لايت. معلومة لايت لليوم اللي اخترنا باش نكملوا نحكيوا فيها على ديزاستيوس تخلي لنا حياتنا أسهل برشا، خاصة في علاقة بالطبخ وقت اللي تكون عندنا إعاقة بصرية. وبعد ما شفنا كيفاش نخزنوا المواد اللي نشريوها، وخاصة نحاولوا أنه نعتمدوا حقوق مختلفة في الشكل باش ما نغلطوش في هالأشياء اللي في وسطها، خاصة بعد ما نحطوها في الثلاجة ونوليو ما عادش نعرفوا فين حطينا اللحم ولا الدجاج وإلا المأكولات المتعدة، باش نحاولوا نشوفوا المرة هذه كيفاش ننظموا الخضرة نتاعنا بطريقة تسهل لنا برشا وتربحنا الوقت في الطبخ. برشا ناس يخزنوا الجلبانة والجنارية في الوقت هذا. هات نبداو بالجلبانة وطريقة تخزينها. فما ناس تفصص الجلبانة وتحطها مباشرة في الكونجيلاتور، لكن فما طريقة أخرى تنجم تخليك تربح برشا وقت في الطبخ وتضمن أن الجلبانة متاعك تقعد نظيفة. تفصص الجلبانة بالكدا، ساعات تبدأ عنا كعبات كبار وكعبات صغار. نجم تحط 2 معاعن، لكن الكعبات الكبار المزيانين تحطهم في معون، والصغار نجم تحطهم في معون آخر وتخليهم للجاري. بعد تغلي الماء تحط فيه الملح الحرش وترمي فيه الجلبانة هذيك وتطفي عليها الغاز، تخليها من 5 إلى 7 دقائق. بعد تصفيها صب عليها الماء البارد وإلا حتى كعب الثلج باش يقعد لونها أخضر بالقدا. تخليها تستقطر مليح مليح وتحطها في شكاير وتحطهم في الكونجيلاتور. نجيو طوال الجنارية، ناخذوها نحيو لها كل ورق نتاعها الكل بالبرة، نحيو بالكعبة بالكعبة لوين ما نوصلوا للقلب نتاعها. في القلب باش نلقاو حاجاتها كترية كيما الشوك، هذوكم بسكينة مذبة نحاولوا ننظفوهم مليح مليح. وديما عنا القارس بحذانا، نبداو نعملوا فيها بالقارس باش ما تكحالش. من بعد نغليو الماء ونحطوا فيه كعبات الجنارية المقعورة من داخل والمنظفة، ونحطوها لمدة 3 دقائق في هاك الماء والقارس. نستناوها من بعد تبرد، نحطوها في طبق مفرقة على بعضها وندخلوها للكونجيلاتور. بعد نحيوها ماك التبيق ونحطوها في الشكاير، وبالطريقة هذيك نجمو نخزنوها. وكل ما تجينا وقت نحتاجو باش نستعملو فيه الجنارية، كسسوا في مرقة جلبانة وإلا في جنارية محشية وإلا باش نرميوها في جاري، نلقاوها منظفة ومريقلة وشبه طايبة. وبالطريقة هذه نوفرو برشا وقت. نفس الشيء نجم نقوم به بالنسبة للوبيا والحمص اللي برشا مرات كي نبدأ باش نطيبوا بالدجاج ياخذوا أكثر وقت في التطيب. ناخذوا اللوبيا وإلا الحمص، نقيوهم مليح من الحجر والوسخ، ننفخوهم أقل شيء ليلة، ومن بعد نفوروهم نص ساعة يوليوا تقريبا طيبين ويربحونا برشا وقت. وقت اللي نجيو خاصة طيبوا حاجة بالدجاج وإلا بالحم ما يستحقش مدة طويلة للتطيب، وهكا نربحوا برشا في الوقت. وباش نختموا مع المعدنوس والكلافز وكيفاش نجمو نخبيوهم، خاصة وأنه في رمضان فما ناس ما تحبش تقعد تشريهم كل يوم وترتفع أسعارهم. ما فيها بس وقت اللي نبداو عنا الكلافز والمعدنوس باش نفرزوهم يكونوا معنا أشخاص أخرين يشوفوا، وبالطريقة هذيك ما نحطوش الخضرة الصفراء. بعد ما نفرزوا المعدنوس وإلى الكلافز نغسلوهم مليح مليح ونخليوهم يستقطروا بالواقفة. نقصوا لهم الحرف نتاعهم اللوطة ونحطوهم في كاس طويل ونخليوهم يستقطروا، وبعد نعاودوا نحلوهم فوق منديلة زيدة ونخليوهم يشربوا الماء نتاعهم بالكدا بالكدا. وبعد ناخذوا منديلة بيضة نظيفة ونلفوا
فيها ونرصوا هيك المعدنوس مليح مليح وإلا الكلافس، وبالطريقة هذه نجموا نخليوهم لمدة أسبوع ونستعملوهم من غير ما يفسدوا. طريقة ثانية هي كذلك نغسلوا المعدنوس والكلافس بالكدي بالكدي، نقصوهم جويدين ونفرشوهم على منديلة كبيرة ونفرشوا عليها هيك المعدنوس وإلا الكلافس ونخليوهم ليلة كاملة يستقطروا. الصباح تقريبا نلقاهم شاحوا من الماء، وقتها نجموا نحطوهم في شكايرات ونرميوهم في الكونجيلاتور، وهذا يسهل لنا برشا طبخ مرقة الجلبانة وإلا مرقة الخضرة وإلا أي أشياء نستحقوا فيها الكلافز والمعدنوس كي يبدأوا مقصوصين. باش نختمو بأستوس تنجم تسهل علينا برشا حياتنا، وهي القلاية اللي دوبل بوال، وهي عبارة على زوز قلايات فوق بعضهم ويدها يبدأ فيها الثكير دو فاسون اللي تنجم تحط فيهم الماكلة، ووقت اللي تجي باش تقلب وكل وحنا عنا صعوبة في أنه نشوفوا الأشياء اللي باش نقلبوها وقت اللي نبدأ ما نشوفوش، بما أنهم زوز قلايات فوق بعضهم من هيك اليد هذيك وبعيد على النار تنجم تاخذها وتقلبها، وبالطريقة هذه تنجم تطبخ فيها الحاجات اللي تحبها الكل. تنجم مثلا تفوح دجاج ولا سكالوب بالكدا بالكدا، تغسل الروز زادة مليح مليح وتحط وندور بها كدجاج، وتزيد تقص حتى الخضرة اللي فما سفنارية بطاطا جلبانة، تصففهم الكل في هالقلاية هذية، يتيبوا بالباخ، وقت اللي تقريبا توصل لنصف التياب وعلى نار هادية تقلب القلاية الكل، وبالطريقة هذه ما تستحقش انك تقعد تقلب في الحاجات اللي تقلي فيهم. القلية هذه تنجم زادة تعمل فيها كعبات متاع كفتة بنفس الشيء، الوقت اللي يتيبوا من جهة من هيك الزوزيدين هذوكم تشدها وتقلبها مع بعضها من الجهة الثانية، وهكا تنجم تطبخ عدة أشياء من غير ما تستحق البرشة زيت، وخاصة من غير ما تستحق أنك تقعد تقلب في الأشياء، خاصة وقت اللي تكون ناس عندها مشاكل في البصر. معلومة لايت مع بسمة السوسي لليوم وفات، وانا ما بقالكم باش نقولكم صحة وبالشفاء، ونخليكم مع فقرتنا الموالية اعرف حقك. عسلامتكم ومرحبا بكم في فقرة أعرف حقك، واللي تتزامن مع الأيام الأولى لشهر رمضان المعظم لسنة 2021. إن شاء الله يا ربي تصوموا بالصحة والسلامة. في فقرتنا اليوم باش نواصلوا نحكيوا على صلاحيات رئيس البلدية اللي جات في مجلة الجماعات المحلية، وكنا ذكرنا أنه صلاحياته هي متعددة، وعنده الصلاحيات المالية، الصلاحيات في اتخاذ القرارات، في رئاسة المجلس البلدي، وهو ممثل البلدية القانوني. مهمة رئيس البلدية هي هامة جدا، وهذاك علاش نلقاو أنه وجود رئيس البلدية يكون كامل أيام الأسبوع خلافا لبقية أعضاء المجلس البلدي واللجان البلدية. رئيس البلدية يجب يكون متواجد في البلدية يوميا، وهو مطالب بالسهر على حسن سير البلدية. ولكن هل لقائل أن يقول هل لرئيس البلدية إمكانية أنه يفوض بعض من قراراته ومهامه لأشخاص أخرين؟ بالفعل المجلة تقول من خلال الفصل 261 أنه يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار ينشر بالجريدة الرسمية طبعا للجماعات المحلية جانبا من سلطته، باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية يمكن يفوض بقية المهام إلى مساعديه، اللي شفنا في الحلقة اللي فاتت أنه يمكن أن يكون لرئيس البلدية مساعدين أدنى شيء وأقصى شيء 5، ونوابه وبصفة استثنائية ممكن زادا يفوض بعض من هذه المهام إلى أعضاء المجلس البلدي على أن تخرج في الجريدة الرسمية، وتبقى التفويضات هذه سرية المفعول ما لم يقع طبعا إنهاء العمل بها بنفس الطريقة. وتبقى للفصل 262 يحق لرئيس البلدية أن يفوض بقرار حق الإمضاء، طبعا يعطي ديليغاسيون دو سيناتور كما نقولوا تحت مراقبته ومسؤوليته طبعا وفي حدود مشمولاته إلى الكاتب العام للبلدية، والكاتب العام يعطيه حق الإمضاء في المجالات التالية:
تنفيذ قرارات رئيس البلدية، إعداد المشروع الأولي لميزانية البلدية وطبعاً متابعة تنفيذ هذه الميزانية وإعداد ملفات الصفقات وعقود تفويض المرافق العامة وعقود الشراكة واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم البلدية ومختلف العقود، أي كل ما عنده علاقة بالفلوس. كذلك يمكن أن يفوض للكاتب العام إعداد اقتراحات التعهد بالنفقة، كل ما عنده علاقة بالأذون بالتزويد ولا الأذون بالدفع. كذلك تسيير الأعوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية بخلاف التفويضات المالية، يمكن يفوض للكاتب العام تسيير الأعوان وتنسيق العمل. كذلك يمكن يفوض له العناية بمختلف السجلات والدفاتر البلدية والوثائق البلدية والأرشيف. ولكن لا يحق لرئيس البلدية تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية، كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت عنده مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ أي قرار. يعني رئيس البلدية ما ينجمش يفوض مثلا إلى أحد أعوان اللي في المجلس البلدي أو الكاتب العام للبلدية إذا كان مثلا عنده مشاريع تشجير مثلا، وأنه من ضمن المهام الموكولة أنه باش يعطي مشاريع مثلا للبيئة، فبالتالي هنا فما تضارب مصالح، وهنا ما يمكنش لرئيس البلدية أنه يفوض حد ممكن يكون عنده مصلحة من خلال المنصب متاعه. وتبقى للفصل 236 لمجلة الجماعات المحلية، فأنه يمكن المجلس البلدي طبعا أن يفوض لرئيس البلدية بالأغلبية المطلقة لأعضائه طيلة مدة نيابته الصلاحيات المتعلقة. بالتالي رئيس البلدية هو مكلف بضبط وتغيير مثلا استعمال الأملاك البلدية، التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية، قبول التبرعات والهبات، إبرام مشاريع الصلح، وهذا شفنا العديد منها في الحلقة اللي فاتت. يعني مسؤولية رئيس البلدية هي مسؤولية كاملة في كل ما عنده علاقة بأشغال البلدية اللي تقدمها خدمات للمواطنين والمواطنات، ولكن كل ما عنده علاقة بالتسيير وبالمدخول المالي والصرف المالي للبلدية. يمكن لرئيس البلدية كذلك تحت مسؤوليته بالطبيعة إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة اللي كنا حكينا عليها في هذا الفصل الواحد من المساعدين متاعه، مش فقط للكاتب العام للبلدية. تبقى الفصل 264، يتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم تنفيذ القوانين والترتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية اللي موجودة فيها بالطبيعة البلدية، وإسناد التراخيص في مجال التعمير وخلافه، هذا كنا تطرقنا له في الحلقة اللي فاتت. تبقى للفصل 267 اللي يوضح شنية التراتيب الضبطية، شو معناه؟ تبقى لهذا الفصل ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم في المنطقة البلدية، وتشمل الإجراءات الضبطية بالخصوص كل ما يهم تسهيل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومية، التنظيف، التنوير، رفع الحواجز، منع أي شيء يعرض في الشبابك أو غيرها من أجزاء العمارات اللي ممكن كيف تطيح تعطي أثر سلبي على المواطنين والمواطنات، كذلك منع إلقاء كل ما من شأنه أن يضر بالمرة وكل حاجة تعمل روائح كريهة من فضلات وغيره، كذلك كل ما يتعلق بالمخالفات البناء والانتصاب بالفوضوي في الشوارع، كل الإجراءات الرامية في تجنب الأعمال المخلة بالراحة العامة كما الإزعاج، الضجيج، كل مظاهر التلوث السمعي البصري وآخره، كذلك مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها وصلاحيتها للاستهلاك. يعني كما نشوفوا ساعات الشرطة البلدية في خاصة الأسواق العمومية كيفاش تراقب مثلا الميزان والكيل اللي ممكن يتلعبوا به وللأسف بعض التجار، فبالتالي من صلاحيات البلدية الانتباه والمراقبة لمثل هذه المظاهر. كذلك من التراتيب اللي تعهد للبلدية نقل الأموال والدفن، إخراج الرفات من القبور، الاهتمام بالقبور وبالمدافن، المحافظة على حرمة الأموات والتعهد بالمقابر وحمايتها.
كذلك من المهام متاع تراتيب البلدية كل ما من شأنه أن يمكن تلافي مثلا الحوادث والآفات والكوارث بشتى الوسائل، كما القيام بالإسعافات اللازمة من حرائق وفيضانات وكوارث والأوبئة. وهذاك علاش نلقاو البلديات هي اللي تقوم مثلا بتطهير الأماكن اللي تركت فيها المياه قبل موسم الناموس، كيف ما نلقاو أنه يقوموا بتنظيف مثلا الطرقات وتسريح كل ما عنده علاقة بالبلوعات قبل الأمطار، هذه تدخل في التراتيب البلدية. وتبقى للفصل 268 من مجلة الجماعات المحلية أنه إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى الوالي، وهنا نرجع للسلطة المركزية المحلية اللي تكون تشرف على الولاية اللي تكون موجودة فيها تلك البلدية، وبالتالي يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مثلا مؤكد، فللوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض، وذلك بمقتضى طبعا قرار معلل. وهنا نشوفوا أنه رغم صلاحيات رئيس البلدية وسلطته على مستوى البلدية، إلا أنه يكون مراقب من أولا بالطبيعة المجلس البلدي وكذلك من الولاية ومن الوالي اللي يكون فيها البلدية هذيك. وهكا نكون قد أنهينا كل ما عنده علاقة بصلاحيات رئيس البلدية ومهامه، وإن شاء الله في المرة الجاية نشوف أجزاء أخرى بعلاقة بالبلدية وبما جاء في مجلة الجماعات المحلية. وتوا ما بقى لي كان نقولكم أن البلدية راهي موجودة لراحة المواطنين والمواطنات، ولكن أيضا من واجب المواطنين والمواطنات المشاركة في حضور الاجتماعات في الإدلاء بالرأي وتقديم الاقتراحات. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم كيف كل مرة أعرفوا حقكم واستعملوا. بسلامة وفي الأمان. مينيتك. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالجميع، جميع الإخوة والأخوات متتابعي المجلة الصوتية ديما مع بعضنا. أنتم في الاستماع إلى فقرتنا التقنية مينيتيك اللي باش نقدمها لكم أنا حاتم العكرمي. إن شاء الله رمضانكم مبروك، إن شاء الله تكونوا في صحة طيبة. والآن سنواصل استعراض إعدادات الجيشو. بعد أن أتممنا الإعدادات العامة سننتقل إلى الخيار الثاني في الإعدادات، وهو إعدادات تحويل النص إلى كلام أو باغاميتر دو لا سانتيز فوكال. دونك نقوم بالدخول الى الابليكاسيون نتاعنا اللي هي جي شو. نتحرك من اليسار الى اليمين. باغاميتر دو سانتيز فوكال. نقوم بالدخول بالضغط مرتين. موتور برينسيبال. هذايا محرك تحويل النص الى كلام الاساسي، واللي نستعملوه في قراءه ما يوجد على الشاشه، لي زيليمون، لي مينو، لي اوبسيون، الكلهم نقراوه بمحرك الاول. الخيار الثاني موتور سيكوندير. موتور يوتيليزي بور بيير نوتيفيكاسيون دي انفورماسيون سوبليمونتير. لا سيليكسيون دو ميم موتور كو لو موتور برينسيبال انتريوا لوتيليزاسيون دون سول موتور. موتور سيكوندير. وهذا محرك تحويل نص إلى كلام ثانوي يتم اختياره لقراءة بعض الأمور الخاصة، مثلا كقراءة الوقت، كقراءة الاستشعارات إلى آخره. وإذا كان ما نقوموش باختيار محرك ثانوي أو نقوم باختيار نفس المحرك الأول والثانوي، سيكون لدينا محرك واحد لقراءة جميع الأشياء. الخيار الموالي utiliser un seul moteur. الخيار بالطبيعة واضح، نجم نستعمل محرك واحد بركة. إذا كان نحب نستعمل محرك واحد بركة نقوم بتحديد هذا الخيار. الخيار الموالي هو paramètre de synthèse vocale du système، واللي بشيزنا إلى إعدادات تحويل النص إلى كلام المتاحة من قبل نظام الهاتف.
لغي الإيموجيز نقوم بالضغط مرتين حتى تصبح مفعلة. ثم نتحرك إلى الخيار الموالي اللي هو utiliser le dictionnaire de symboles personnalisé واللي هو أنه باش نخصو قاموس نقوم ببرمجته بأنفسنا يحتوي على عدة علامات واللي باش يتعرف عليهم القارئ الصيني وباش يقراهم كما احنا حطيناهم بالضبط. الخيار الأخير في بارامتر دو سانتيز فوكال اللي هو autre paramètre نقوم بالدخول the volume du synthèse vocal du système the volume خاص بالجي شو بالقارئ الصيني وغير مربوط بإعدادات الجهاز. ثم mettre les notifications en attente pendant la lecture. يعني إذا كان احنا نقرأ في نص طويل باستعمال الجي شو ويأتينا استشعار مثلا رسالة أو ما شابه ذلك فالجي شو لا يتوقف على قراءة النص بل يواصل وعند الانتهاء يقرأ الاستشعار. نقوم بتفعيلها diminution du volume الخيار نقوم بتفعيله حتى يخفض تلقائيا أصوات الملتيميديا. مثلا كنا على اليوتيوب ونتصفح باستعمال قارئ الشاشة عندما يتكلم قارئ الشاشة يقوم تلقائيا بتخفيض الأصوات الأخرى. ralentir le parole en mode de navigation mot par mot إذا كان نقرأ بالحرف بالحرف أو بالكلمة بالكلمة فيقوم بالرالونتيسمون متاع الفيتاس وهذا الخيار متاح فقط للنسخة المدفوعة. utiliser le volume d'accessibilité واللي هذه فازة طيارة على الأخر واللي هي تمكننا من تخصيص منو دو فوليوم خاص بالجي شو وحده. الفوليوم تاع السونري والملتي ميديا يكون حاجة والجي شو يكون عنده منو تاع فوليوم خاص به وحده. الخاصية هذه نقوم بتفعيلها في الهواتف اللي عندهم إشكال مع يعني مستوى صوت قارئ الشاشة عندما يحس انخفاض أو ارتفاع فجئي. دونك هذا هي الخيار ينجم يعاونكم. utiliser le volume de la sonnerie هذايا عندما نتلقى اتصال جديد سينطق الجي شو باسم المتصل كيفاش نحبوه ينطق به في انا مستوى صوت بتبيع استنادا الى صوت النغمه. utiliser le capteur de proximité الخيار هذايا يمكننا من ان نستعمل مستشعر التقارب باش نقص الصوت يعني كما زر الكنترول في الويندوز اللي نضغط عليه في اي وقت باش يسكت قارئ الشاشة يتوقف على القراءة وما هوش يتسكر بتبيع جوست يتوقف فقط على القراءة. suspendre ou reprendre la parole au toucher نجمو نسكرو القارئ الشاشة ونعود نحلوه من لابوات دو نوتيفيكاسيون. garder l'écran allumé هذايا يخلينا الشاشة مفتوحة عند القراءة. مثلا نقرأ في نص طويل ما تتسكرش الإكران تبقى مفتوحة. إذا كان نمشيش الخيار الأول متاع garder l'écran allumé pendant la lecture نشوفو garder l'écran allumé بتكنولوجيا أخرى. دونك نكوشيو الأوبسيون الثانية lire les numéros par chiffre هذايا كي يجيك اتصال وإلا تتعرض الرقم يقرأولك بالحرف بالحرف واللي أنا ما ننصحش بها الحقيقة على خاطر فيها بروبليم دان كومباتيبيليتي مع عدة هواتف. lire les ponctuations يعني تعود باش يقول لك الجملة وبعدها بوان القارئ يسكت شوية ومن بعد يقرأ الجملة اللي بعدها يولي يكمل لك الجملة ويقول لك كلمة بوان ولا تيري ولا بوان ديكسكلاماسيون يسميهم لك كل واحد حسب اختياراته. وهنا تنتهي إعدادات تحويل النص إلى كلام. والآن ننتقل إلى القسم الثالث في الإعدادات واللي هي بارامتر دي رياكسيون. قسم سامبل على الآخر فيه كل ما هو تفاعلات الجي شو من صوت واهتزاز. نقوم بالدخول روتور سونور كازا كوشي هي ديجا كوشي توا وهذه تتمثل في أكل بيب اللي نسمع فيها توا مع البالياج هذي هاني ناحية الكوشي توا معاش نسمعها وهذه الفوليوم دي تيم سونور اللي هو ماهوش صوت الجي شو عندما يتكلم أو صوت تحويل النص إلى كلام بل صوت النغمة المصاحبة للسحب. تيم سونور هذه نجم الأصوات نغيرها الجي شو يحتوي على
أكثر من 200 صوت توصلوا للمرحلة هذه بشوية بشوية. هذه الاهتزاز عندما نقوم بالسحب من اليسار إلى اليمين، نجمو نقوم بتفعيلها كما نجمو نخليوها هكا. لما نقوم بتفعيلها في الخيار اللي بعده عندنا لانتونسيتي دو لا فيبراسيون، إذا كان نحبوا تكون فيبراسيون قوية وإلا فيبراسيون خفيفة وكذا، وكل حسب اختياراته. ولا كنا استعرضنا الزوز أقسام في الحلقة هذه. صحة شريبتكم الناس كل وشهية طيبة. إذا كان تسمعوا فينا قبل شهر فتر ما تنسيوش لايك شير and سبسكرايب. نلتقي وإياكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، واللي باش تكون حلقة خاصة سيتم الإعلان عليها في وقتها. باي باي، بسلامة وفي الأمان. وبنهاية فقرة مينيتك نكون وصلنا لنهاية العدد 63 من المجلة الصوتية ديما مع بعضنا. نشكركم برشا لأنكم سمعتونا، ونذكركم بأهمية الاشتراك في مجلتنا لتشجيع هالمبادرة. ما تنساوش تبعثوا لنا بمساهماتكم واقتراحاتكم على الواتساب 98 6 9 6 4 9 4. مع أجمل تحيات فريق الإعداد، هدية بالحاج يوسف من مركز كوثر، حاتم العكرمي في الإشراف التقني، ومحدثتكم بسمة السوسي من جمعية إبصار. إلى اللقاء يوم الجمعة.